مساء الخير مشاهدي جريدة الوطن، احنا معانا دلوقتي بث مباشر مع مدام صفية ابو العزم، صاحبة او سيدة القطار المشهورة بلقب سيدة القطار. يعني نتكلم معاها عن ايه اللي حصل وتحكي لنا ايه اللي حصل بالتفصيل. حصل بالتفصيل يعني، اتفضلي احكي لنا بقى ايه اللي حصل في القطار وبالتفصيل يعني. السلام عليكم. قبل اي شيء، اللي حصل زي الحال كلكم شفتوه في قلب الفيديو، انا كنت مليه ظهري للعسكري، وبعدين حسيت في صوت عيله من ال في صوت عيله الصوت عيله، فببص لقيت الكمساري بيقول له انزل هسلمك عشان نشوف هيحصل ايه معاك هناك تقريبا يعني. فانا بقيت عسكري قال له ده ماشي انزل، فانا قعدت اشد فيه اقول له اقعد اقعد، انا ما اعرفش ايه حوار اللي لسه التذكره. لقيته عمال يقول له فوق تقريبا، مش فاكره الحوار قوي يعني، قال له فوق اللي على الكمساري يعني. فالعسكري قال له ماشي ننزل، فانا بصراحه وقال كلمتني انزل ديت عرفت ان الموضوع على تذكره 22 جنيه تقريبا ونص تقريبا. فالعسكري قال له لا انا هنزل، فانا قلت له لا ما انتش هتنزل، لا انا مش هدفع وهنزل. قال له قلت له انا هدفع لك، قال لي لا مش هتدفعي لي، وصمم من المد وخد مني فلوس تقريبا، وعلى فكره الفلوس اتقطعت واترمت مره. مين اللي عمل كده؟ العسكري مش عاوز خليني ادفع له، هو بتبدل للكمساري مكان يعني كرامته رفض. بصراحه اي بامانه رفض ورجع لي الفلوس بعد ما دفعت التذكره وقال لي ما حدش هيدفع لي. فانا قلبي وجعني، قلت له هتقعد يعني هتقعد وما انتش هتنزل؟ لا قلت له والله ما انت نازل، انا عندي زيك ثلاثه ومش هتنزل عم وانت يعني عاملك زي ابني ارجع. وقعدت ودفعت، بعد ما دفعت صمم ان انا ايه ادفع يرجع لي الفلوس تاني، بس ادى كل الموضوع ده كل الحوار. ليه يعني سبب تدخلك ايه؟ يعني ايه سبب يا جماعة تدخلك في الموضوع يعني؟ تخيلتي ممكن في يوم من الايام ابني يقعد القعده دي؟ يعني ابني ممكن يقف الوقفه دي؟ اي حد ولو اي حد غير عسكري، انا كنت بامانه الله هعمل كده، ولو اكتر من 22 جنيه اقسم بالله واحد ولادي ثلاثه لو كنت هدفع له، لو 1000 جنيه كنت هدفعها له، مش حكايه مبلغ بسيط ولا قصير. البدله لا احترامها، ما تهنش واحد يعني، كفايه البدله دي الواحد يقف لها تعظيم سلام يا جماعه، ده عسكري ماسك روحه على ايده، ايده على ايه ده؟ ده ممكن ينزل على كفه يعني، لها احترامها ولها قدسيتها ولها حاجات كتير. ده انت لو كنت سبته وقلت له انا هدفع لك كان كل القطر سقف لك. لو كنت قلت له يا ابني خلاص يعني، لو انت خدت فيها اجهزه، لو انت كل سنه ده طبعا ما يسواش ده ولا ملايين الدنيا عشان خاطر هو كده. رايك ايه؟ او كلمتي المجند بعد ما الموضوع خلص التواصل هو لا لا والله بالامانه هو صمم ان ادفع لي الفلوس. هو بيتضايق لاني بعيط، انهارت فعلا من الموقف، انهارت جامد. قال لي يا ام انت بتعيطي ليه؟ قلت له يا ابني صعبت عليا، ادي الكلمه اللي وخلاص على كده. ما سالتوش انت جاي من الجيش ولا حاولت اتواصل معاه باي وزير؟ انا عملت العمل لله والوجه لله، لا نريد منه جزاء ولا الشكور. حضرتك تابعتي النهارده ردود الناس كلها بتتكلم عنك وبتشكرك الشكر لله بلا يعني اي شيء، الناس كلها فرحانه بيكي الحمد لله. الحمد لله الشكر، واحنا جايين كمان بدورنا على دماغي، على دماغي جايين لك الشكر بالنيابه عن كل المصريين. على دماغي على دماغي. يعني قولي لنا رد فعلك او رايك في الـ يعني دعم المصري والشارع المصري والشعب المصري كله على السوشيال ميديا ليك. يا جماعه ده ابسط حاجه ممكن نعملها يعني، يا ريت الله مع الجماعه. ايه المشكله لو اي حد دفع العسكري فعلا؟ ما يمكن جاي فعلا معهوش 22 جنيه وهو كان معاه وربنا ستره، ده يعني المبلغ يعني زهيد. ده انت شايفه انك انت قمت بدورك. ايوه هو اقل من دوري، واقل من دوري بالله. الست المصريه دايما بتضرب المثل لا. في لا. الست المصريه دايما بتضرب المثل في المواقف المشابهه دي في اي مواقف. انا شايف ان الموضوع كبير وهو ابسط مما تتخيله. ايه اللي انا عملته؟ ما عملتش اي حاجه، لا اله الا الله. احنا عرفنا ان رئاسه الجمهوريه او مكتب سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع تواصلوا معايا، وزير تواصل معاك وزير الدفاع كلمني بنفسه. طب قولي لنا ايه اللي حصل؟ احكي لنا المكالمه امتى وايه اللي حصل فيه؟ تقريبا من ساعه بيتصل عليا وبيقول لي المكتب وزير الدفاع معاكي،
بصراحة يعني ما كنتش عارفة صدقتيش. والله، قلت في ايه يا جماعة؟ بصراحة راجل في قمة الأخلاق والذوق والتواضع، وعلى فكرة ده مش كلام بتاع، ده مش كلام ميديا والكلام ده، دي شهادة حق هتحسب عليها يوم الدين، يعني يعني أبسط مما تتخيله، يعني في كلامه وفي ذوقه وفي حديثه وبساطته. لا بصراحة أنا كنتش فاكرة كده. اتكلمتوا في ايه؟ وعلى موقفي واللي انا عملته، قلت له ده اقل واجب، انتوا من كبيركم لصغيركم على دماغ اي مصري، ان دمكم عن يعني نقطه دم منكم غاليه عندنا جدا جدا، يعني ربنا وحده اللي اعلم، مش كلام بالله، ربنا يشاهد عليا. يعني ايه تاني حصل؟ احكي لنا ايه تاني. ان شاء الله، وقال مكتب وزير الدفاع هيكل تواصل معايا، وان شاء الله هيكرموني يوم السبت في كون في القاهره. يعني تمام، كويس جدا. بالنسبة لرئاسة الجمهورية، مين كلمك وقال لك ايه؟ انا ما كمان كان حوالي، بس هم قالوا لي هيجوا كمان شويه، و هيجوا هنا؟ ما همش جاي، هبعتوا لي رئاسه الجمهوريه وهيجوا لي هنا يكرموني. هيجوا هنا يكرموك هنا. ايه اللي حابة توجهيه، رسالة توجهيها لكل الشباب وكل الناس، او قبل ده ما نوصل للنقطة دي، عايزين نعرف منك رأيك في الكمساري. لا غلطان، انا من رأيي غلطان. انا ما يعني معلش يا جماعه، انا غلطان يعني تسوي، يعني ممكن ده حقك، ده حقك، ويمكن عسكري غلطان في حاجه زي كده، بس في اسلوب احسن من كده. ده اعتبره ابنك، ايه المشكله؟ مش اقول لك فوت له، ده 22 جنيه يا عم، صحهم معاك يعني، يعني مش مشكله، يعني ايه المشكله؟ يعني مش مشكله، شو ما دول العائق، مش دول العائق يا عمي. لو بقول لك، انا قلتها لك مره، لو حد مر وراه ولا سمعت تذكره وخد هو الكمساري جزا، ده الكل كان واقف لك يعني تعظيم سلام. يعني ايه المشكله؟ يعني اما عسكري ما دفعش، ما يمكن فعلا معهوش، وهو معاه ودفع. انا عايز اقول لكم ان هو دفع وصمم ان يدفع لي الفلوس احتراما له. والله ما دي ما وكان دفع. بيتعامل باسلوب سيء مع المجند. انا الصوت كان عالي، اذا انا شفت في فيديو الصبح، يعني الصوت كان عالي جدا. الوقعه حصلت امتى؟ فترة الساعه 6 و10 الصبح، الصبح فجر. رسالة بتوجهيها للنوع ده من الـ من الـ من الـ من الكماسرة والمشاكل عموما، مش انت بني ادم، مش اي مش في لا في اي مجال. مجال انت بني ادم وهو بني ادم، ما فيش حاجه تفرق عنك عنه. انت النهارده في دقيقه، هو بكره في دقيقه، وقف له هتلاقي بكره يبعد لك اللي يوقف لك، مش اكتر ولا اكتر من كده. في كل الناس، في كل الناس الخير اعمله وربنا هيرد عليك في اي واي ان كان، ولو بعد 100 سنه. وايه رايك في قرار وزير النقل؟ انا ما شفتش بقى لكل القرارات دي بصراحه. هو والله هو قرار صباح اليوم بـ 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 باحاله بوقف الكمساري وقائد القطار. يعني لا، انت تعليق ايه على الموضوع؟ يعني هو اصدر قراره بايقافه عن العمل واحالته للتحقيق واصدار واعلان نتائج التحقيق لاحقا. يعني هو مش حول له التحقيق، يبقى شايف حاجه غلط. هو لو كان شايف حاجه صح ما كانش حوله، يبقى هو غلطان. ايوه، لو كان وزير النقل شاف ان هو عمل حاجه صح ما كانش حول له التحقيق. هو كان ايه ده؟ ايه المشكله؟ ما يعني يعني انا قلبي وجعني لما بفتكر ده وبعيط. انا ما ايه المشكله؟ ايه المشكله كبير يعني؟ كل التقدير ولكل ام مصريه ولكل سيده مصريه. وانا ما عملتش والله الا اقل من الواجب. انا ما عملتش كل عشان تحصل كل الهيصه دي عليا. انا ام وتصرفت كام، مش اكتر من كده. واقول هذا كمان مره بالله، وحياه ما اقف قدامه يوم القيامه، لو 1000 جنيه اللي كنت هدفعها له، مش 22 جنيه. بحلف بالله وهتحاسب على اليمين ده. انت منين يا امي؟ عرفينا. انا من المحله، وكنت جايه فرح ابن اختي، و جايه الفرح هنا. يعني انا عند اختي دلوقتي. المنوفيه دلوقتي في قريه الروضه. ضيفه عند اختي. عند اختي جايه تحضري فرح هنا. المنوفيه اتشرفت بيكي. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك حبيب، الله يخليك، الله يخليك. يعني سعداء بوجودك. الله يصلح حالك ويبارك لكم، وانتوا كبرتوا الموضوع قوي، يعني حاجه بسيطه جدا والله. لا لا، انت اللي عملتيه يستاهل كل الدعم وكل التقدير ليكي من كل واحد. زي ما انت قلتي، من كبير القوات المسلحه الصغيره في دماغك. ايوه طبعا طبعا، واحنا بنقول لك من كبير الشعب المصري اللي صغيره، كلنا بنحترم. الله يخليك، الله يبارك في عمرك يا ابني يا رب، الله يبارك في عمرك. مش محتاجه مني اي حاجه، احنا على الهوا، يعني ممكن تطلبي اي حاجه اللي انت عايزاه. ادعوا لاولادي بس بالستر والصحه. ولادي الكبار في السن؟ عند احمد مهندس ما شاء الله قوة الله بالله في العاصمه الاداريه، عنده عمر بكالوريوس تربيه. يعني ابنه بيعمر هو. عمر بكالوريوس تربيه السنه دي قسم كيمياء، وخالد ثانويه عامه السنه دي، واعدادي هندسه ان شاء الله.
ما شاء الله. الله يخليك. مش محتاجة توجهي أي رسالة للناس تاني أو تتكلمي في أي تفاصيل تانية؟ يعني هي كلمة واحدة أقولها لكم وبقولها لكل اللي بيقول لي بس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مش أكتر من كده، ارحم ترحم بس. أنت النهاردة في موقف جوه، بكرة تبقى في موقف ضعف، افتكر يوم زي ده، يوم ما تقف ما يكون موقف ضعف ربنا هيبعت لك اللي يقويك. الضروري العسكري ده عمل خير عشان ربنا رد له الخير. مين؟ العسكري ده ضروري عمل خير عشان كده ربنا رد له الخير. بس مش اكتر من كده، اهله بيدعوا له اكيد، والشعب المصري كله يا رب، وربنا يفاديه، ربنا يفاديه وفادي كل عسكري وفادي كل حد، بس مش اكتر ولا اكتر من كده. للمره الثانيه والثالثه واحنا معاك النهارده، لو محتاجه اي الله حاجه يخليك. احنا الله يخليك، نوصل صوتك الله يخليك، الله يخليك، ونساعدك في اللي تقدري. الحمد لله يعني. الحمد لله، بطلب من ربنا الستر والصحه، يبارك لي في ولادي، دي اهم حاجه عندي. عندي الثلاثه دمت بالدنيا واللي عليهم، ربنا يبارك لي فيهم بس مش اكتر ولا اقل. لا، بنشكر حضرتك يا ماما صفيه، الله يخليك يا حبيبي، شرفني، الدعم وكل التقدير ليكي مني على المستوى الشخصي ومن من الجريدة الوطن، الله يخليك يا حبيبي، اللي اهتمت من اول لحظه ان احنا نكون معاكي. الله يخليك، الله يخليك، الله يبارك لك، لكل المصريين يعني. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك، تحياتنا لحضرتك، الله يخليك ان شاء الله، وربنا يبارك لك. واحضر معانا الفرح بقى، احضر معانا الفرح، نحضر معاك وعلى راسنا يا مرام، يعني مطلوب منا ما الله يخليك. الله يبارك فيك، الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك. شكرا جزيلا، شكرا لله، شكرا لله، جزاك الله خير. Thank you.